سلام زخبركم تهاتا تلتي ساتلاي تلفزيون أسنا نايلو معسران كلتن ميازي خلتشحن عصر تو تشعتن زينا نهو فلماغن عرستا زينا أب عباي بريطانيا ختم على لندن زركوب إيرتراوين دليت فتحي لك أخم قطر أم بعسرا ميازيا أب زكايد وصفيح أخيوا سلاسة وكلتي بممرات أخيب أم بعوات زازيمو بوغن عصب زركب نيرتران إتيبيان زرراخب مسقاقري بوري دبايسيما لومن غو تاعاتيو أب وست إيرترا هزباوي ملعال كي فتر تشغري رزول لملكاو سرعات إسياس أب سمران كالوت تفراليو كفلتات إيرتران تسعو قفا ككايد كنيو أب زحلفك النيات أب كتما سغنيتي أم حدرتي سرعات إسياس أب زكايدو أخيبا هزبي دنبرتس كيبولو بدهي حتو تتقريبو كم زواترم ياخلوكم أب كيخم يخم كم زولوم من جتات كابتا كتما حبيرم زينا بزرزر أب عباي بريطانيا ختما لندن زركوب إيرتراوين دليت فتحي كدم خلطة سومون ناي أكل نملكي بزبل تيما أب زقبرو أخيبا وكلتم نممرات أب زوسن وحات سير قطرا خم قطر أم بعسرا ميازي أب زكايدو وعو أهقرا ومنفز عسلو صفيح أخيبا سلاسة وكلتي بممرات أخيبو أم بعوض زازيموم نساتهم أبتي ببزحي تساتفتو فوليز نبر أخيبا أب أدلاين نت سمرت إيرتراوينن ستوم مريحنت أبوشت إيرترا مزلو نايلوت من كساسات متأسار ودكات ملكاو سرعة إسياس أب مكلتاف نزلو هسوس ترا بملزاب دحرزة كايدو مرجع حبراو سمم معن مررد أن مزلو قلوط مسرح دكان استيون دك تبعاتيون زد تقلل نحبرت سب إيرترا زن صبار وكيل مريس أمالو يتي سلاسة زعبالاتو مريحنت حدنت إيرتراوين نفتح دما أب كدمي تقابعتي نايت أخيبا كال محلا بمفتصم هزبي ذا سكمام حلافنتن حدران أب تقبار كوعلو مخانوم كال آتيوم نحنا كوميتي حدنت إيرتراوين نفتح أباي بريطانيا نحنا كوميتي حدنت إيرتراوين نفتح أباي بريطانيا بتي هزبي زهابنا مزنتن حدران مسرت بتي هزبي زهابنا مزنتن حدران مسرت بزي ليلان قليلان بزي ليلان قليلان نهزبنا بناس أخنا قلقل نهزبنا بناس أخنا قلقل قالنا أتولنا قالنا أتولنا أبزخو ميتيزي كوينا أبزخو ميتيزي كوينا ولقاوي ربحا يخون ولقاوي ربحا يخون ولقاوي زنا ولقاوي زنا ويكالي تقمي ويكالي تقمي أيكندلنينا أيكندلنينا زخون يخون دقاوي أكال زخون يخون دقاوي أكال كيتس أولنان كيت مرحنان كيتس أولنان كيت مرحنان بناي كوميتي حدنت إيرتراوي عن نفتحي بناي كوميتي حدنت إيرتراوي عن نفتحي وشتاوي حقتات تمرحنا وشتاوي حقتات تمرحنا بحبار كنسرحنا يا أنيلنا ሰስኑ ጎሎ ሰስኑ ሰስኑ ጀህን ወልታንኩኑ አታዛ አድላ ከያቱ ገና ሰስኑ ሰስኑ አትቆና ፈይኑ አታዛ አድና ከያቱ ገና ናኹም ሊኸ ፈልጥን ሐፊሬ ደቂኺ ተሲኦ አጆኺ ኤሬ ሰስኑ ሰስኑ بايدوخم والاخم فتحي ديموكراسي اتازا عدنا كتكون كسكاسي ابتي اقات امدما نمكايد حدنت ايرتراوان عباي بريطانيا خمون تلفزيون اسنا بدمر 4500 باوند سترلين بؤن بؤو اوفيوم كتماتات ليدسن كوفنترن دما وكلتن بتمسسال من قد كمرصان كلوا نوتنغهام من كارديفن على 4500 ميازيا وكلتن كمرصا مخانن تفليتن لهم بزي كازي اب حبرات منقصات امريكا كتما اتلانتا جورجيا كمون اب كتما دنفر كولورادو زركوب ايرتراوين ون بتمسسال من قدي بعينوتو فولي زخونا وعلاتا دليت فتحي اكايدو دليت فتحي دنفر اب تتمال زكايد ووعلا محبر السوبوم بزعبا محيالن مغتم الكاوس رعد اسياسن زتيوم اب مود اتاد ما تلفزيون اسنا دمس عبوسات كوين الله بمبال ساتلايت تلفزيون اسنا نمسان سلستة شحن حموشتة ميتين دولار اوفيوم زرزر حبريتان فيديون مسبصحنا اب تلفزيون اسنا كنقرب لكم هنا ازي غمزيلن كلو اب كتما برلين جيرمان زركوب ايرتراوان بزحي تساتفتي اب استرخبلو مدرخ ملكاوس رعتي سياس سلطان كلقق زصوعنا ياكل ملختي ام محلاليفوم
እቲ አቦጻይ አብመላ ዓለም በብኸተም ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ምልዕዓል ኤርትራውያን እቲ ኮኔልካ ብውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቅን መሓየታቱን ክካየድ ጸንሐ ስርሒ ምድምሳስ ሃገራዊ መንፈስ ኤርትራውያን ፈሺሉ ኤርትራውነት ዳግም ከም ተባራበረ ዘመስክር ኣብ ዝሓፂር እዋን መሓውሩ ናብ ኤርትራ ሰዲዱ ነቲ ንርእሱ መኺኑ ሃገር ኣባኺኑ ዘሎ ዕሉል ስርዓት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ዓነውኖ ኣቢሉ ትንሳኤ ሓዳስ ኤርትራ ከበስር ማዕበል የዋህልል ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። እቲ ድሕሪ ርክብ ውልቀ መላኽ ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድን ንፈለማ ዝተኸፍተ ሓደ ካብ 4 መራኸቢታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኾነ ብወገን ዓሰብ ዝርከብ መሰጋገሪ መስመር ቡሬ ደባይሲማ ሎሚ ንግሆ ከም ተዓፅወ መርበብ ቢቢሲ ንዳይሬክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽንን ሚድያን ክልል ዓፋር ኣቶ ዑስማን እድሪስ ብምጥቃስ ሓቢሩኣሎ። ነዚ ናይ ምዕጻው ስጉምቲ ብዝምልከት ብወገን መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ዝተዋሃበ ወግዓዊ መግለፂ የልቦን። እቶም ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ሰርሓ ዛላምበሳ ራማ ክሳድ ዒቃ ከምኡውን ኦምሓጀር ሑመራ ሓደ ብሓደ ክዕፀው ከም ዝፀንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ምስ ምዕፃው መስመር ቡሬ ደባይሲማ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምቲ ቅድሚ ርክብ ክልጥኤን ሃገራት ዝነበረሉ እዋን ፈጺሙ ተለኺኹሎ ማለት እዩ። እቲ ከም ቀዳማይ ስጉምቲ ምምሕያሽ ዝምድና ክልጥኤን ሃገራት ዝተወስደ ክልቲኦም መራሕቲ ህዝቢ ኣኪቦም ዳንኬራን ሆይሆይታን ዝገበረሉ ምኽፋት ዶባት ዓመት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ብዘይወግዓዊ መንግስታዊ መግለፂታት ሓደ ብሓደ ምዕፃው ከምቲ ተደጋጋሚ ክበሃል ጸንሐ ንዘይርጡብነት ናይቲ ኣብ መንጎ ውልቀ መላኽ ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ብሃታሃታ ዝተኻየደ ክልታዊ ስምምዓት ዝገልጽ እዩ። ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን እቶም ዶባት ክኽፈቱን ከለዉ ማዕረ ዝተሓጐስዎ ጉህዮም ከም ዘለዉ ድማ ዘማታ ኣይኮነን። ይኹን እምበር ስርዓት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ባዕሉ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምሕንጻጽ ቀዳምነትን ኣይኮነን ብምባል ነቲ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ክቱር ዶባት ናይ ምሕንጻጽ ድሌት ከማሳምሰሉ ጸኒሑ ኸብቅዕ ሎሚ ቕነ ኣብ ንህዝቢ ከካይዶም ዝቐነየ ሰሚናራት ወያነ ካብ ባድመ ምውፃእ ስለ ዝኣበየትና ኩናት ዝተርፍ ኣይኮነን ብምባል ክጉስጉስ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። እቲ ንዝሓለፈ ኩናት ፋይዳ ዘይረኸበሉ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ኩሉ ኣጋጣሚታት ንኩናት ቅሩብ ከም ዘይኮነ ብግሃድ ምግላጹ ንገዛእ ርእሱ ድማ ጸቕጢ ፈጢሩሉ ኣሎ። ሰሚናራት ህግደፍ ቅድሚ ምጅማሮም ብቴሌቭዥን ኣሰና ከም ተገልጸ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ እቲ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ንምልሓቕ ዝነበሮ ቀዳማይ መደብ ብማዕበላዊ ተቃውሞ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡውን በቲ ብፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስን ኣብ መንቀራቕሮ ክኣቱ ዝተደለየ ክልል ትግራይን ስለ ዘይሰለጦ ብኣተሃድማ ዕቡያት ናብቲ ንመጻንሒ ዝኣለሞ ካልኣይ መደብ ተመሊሱ ነቲ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ንህዝቢ ኤርትራ ዘደናገረሉ ናይ ልምዓትን ጽልእ ወያነን በዓቲ ክምለሶ ተረአዩ። እንተኾነ ሃገራዊ መንፈስ ህዝቢ ኤርትራ ብውሽጥን ብደገን ተባራቢሩ ኣብ ዘለወሉ እዋን እቲ ብጭንቀት ተዋሒጡ ኣብ ዓዳሃሎ ዘዕለብጥ ዘሎ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ዝኾነ ምኽንያትን ሜላን እንተመሃዘ ነቲ ገንፊል ዘሎ ማዕበል ኤርትራውያን ዓጊቱ ክሰርር ኣይክእልን እዩ። እቲ ብህዝቢ ኤርትራ ተፈንፊኑ የኣኽለካ ውረድ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ህዝባዊ ምልዕዓል ከይፍጠር ተሸቕሪሩ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ኣስመራ ከረንን ጋሽባርካን ካልኦት ዝተፈላለዩ ክፍልታት ኤርትራን ጽዑቕ ግፋ ከካይድ ከም ዝቐነየ ካብ ኤርትራ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣረድዩ። ብሕልፊ ኣብ ዝሓለፈ ቕንያት ኣብ ኣስመራ ኣብ ኣብያተ መስተ ድኳናት ኣብ ዝተፈላለየ ሰብ ዝግልገለሉ ቦታታት ብኤርትራውያን መንእሰያት ደለይቲ ፍትሒ ዝተነዝሐ ዕለት 23 ሚያዝያ 2019 ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ስለ ዘሎ ኩሉ ብኤርትራውነቱ ዝሕበን ዜጋ ወፂኡ ምሳና ኣንጻር ህግደፍ ደው ንኽብል ንጽውዕ ዝብል ወረ ተወሳኺ ርዓዲ ስለ ዘእተወሎም ነቲ ግፋ ብኣተሓዛ ፈራሓት ከም ዝሓዝዎ እውን እቲ ካብ ኤርትራ ዝበጽሐና ሓበሬታ የገንዝብ። ብመሰረተ ሓበሬታ እቲ ኣብ ኣስመራ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ዓርቢ ቀዳም ንሰለስተ መዓልታት ዝቐጸለ ግፋ መካይን ከይተረፈ ደው እንዳበልካ ዝተኻየደ ክኸውን ከሎ ብጉጅለ ንዝንቀሳቐሱ ሰባት ግን ብፍላይ ዝያዳ ትኹረት ዝሃበ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ ቕንያት ኣብ ከተማ ሰገነይቲ ኣብ ማሓደርቲ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ህዝቢ ድንብርፅ ከይበሎ በዳይ ሕቶታት ኣቕሪቡ ከም ዘዋጠሮም ይኣኽለኩም ኣብ ቅዕኹም ኢኹም ስልጣን ንህዝቢ ኣረክብዎ ከም ዝበሎም ምንጭታት ካብቲ ከተማ ሓቢሮም። ብመሰረተ ሓበሬታ እዞም ስዕቢ ሕቶታት ኣብቲ ኣጋጣሚ ቀሪቦም ነይሮም። ቁፅሪ 1 ዶብና ስለምንታይ ዘይተሓንፀፀ፣ ቁፅሪ 2 ቅድሚ ሕጂ ዶብ ስለ ዘይተሓንፀፀ ተባሂሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክፋነው ኣይተኸኣሉን ትብሉ ነይርኩም። ሕጂ ግን ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ኮይኑ እናበልኩም ስለምንታይ ዘይተፋንዎም? ቁጥሪ 3 ቁዋም ክትግበር እዩ ካብ ዝበሃል ድሮ ዓመታት ሓሊፉሎም
ስለምንታይ ዘይተተግበረ ቁጥር 4 እስራት ስለምንታይ ናብ ሕጋዊ ቤት ፍርድ ዘይቀርቡ ኣብ መወዳእታ ድማ ብግሃዲ ኣብቅዕኹም ይኹም ስልጣን ህዝቢ ኣረክቡ ዝብል ዘረባ ተደርጉ ሒሎም ውልቀ መላኽ እስያስ ኣፈወርቂ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ርክብ ድሕሪ ምጅማሩ ኣባ ተኽለ ሚካኤል ተወልደ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ዓመተ ቤተ ክርስቲያን እንዳ ሚካኤል ኣብ ዝሃብዎ ሰፊሕ እዋናዊ ስብከት ኣብ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ሰላም ክመፅእ እንተኾይኑ ፈለማ መንግስቲ ምስ ህዝቢ ክተዓረቕ ከም ዘለዎ ዝሃብዎ ሰፊሕን ተባዕን መግለፂ ህዝቢ ብተመስጦ ከም ተኸታተሎ ዝፍለጥ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ሎም ዜና ብዝተፈፂምሎ ምስ ዝተረፍሙ ደባት ናይ ሓድገኩም ሰናይ ምክትታል ንህግደፍ መን ይቕበሮ ህግደፍ መቐፀልታ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ፃኒሒቱ ንምንዋሕ ማእልያ ዘይብሉ ውሉታት ይተንግ ከም ዘሎ ዘነፅር ሓቂ ካብ ዕለት 15 ሚያዝያ 2019 ዝጀመረ ህዝባዊ ተዓሊም ክሳብ ሕጂ ይቕፅል ኣሎ እዚ ከይኣክል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እውን ብግዲኡ ድሕርቲ ናይ ክልተ ኣዋርሒ ዝወሰደ ፅዑቕ ኣካላውን ኣካዳማውን ተዓሊም ኣብዚ ሰሙን ናይ ክተት መምርሒ መፂኡ ከቲቱ ከም ዘሎ ኩሉ ዜጋ ፈሊጡ ኣሎ ዘይፈለጥና ከዓ ብመንገዲ ቴለቭዥን ኣሰና ንምፍላጥ ሓበሬታይ ምስ መጠንቀቕትኡን ምሕፅንትኡን የመሓላልፍ ኣለኹ እዚ ከይኣክል መብዛሕትኦም እቶም ኣባላት ዕጥቆም ጠንጢኖም ስግረዶም ይኸዱ ኣለዉ ብወገን ወያነ ግን ዝኾነ ናይ ሰራዊት ምንቅስቓስ ይኹን ግብረ መልሲ ዝበሃል የልቦን እዚ ከዓ ኮነልካ ዕምሪ ስልጣንካ ንምንዋሕን ነቶም ተሪፎም ዘለዉ ቅሩብ ቁረቦም ውዑታት ኤርትራውያን ንምፅናቶም ዝግበር ጸደፍደፍ ምዃኑ ኣቐዲመ ንኹልኹም ኤርትራውያን ክሕብር ከለኹ ኩርዓት ይስማዓኒ ዝተፈተኻ ሓይልታት ምክልኻል ሕጂ ተሪፉካ ዘሎ ዘየዋላውል ኣማራፂ ኣንጻር መን ክትገጥም ምዃንካን ጸላኢኻ መን ምዃኑን ምፍላጥ እዩ ደጊም ምስ ጎረባብትና ምንቓት ዘይኮነስ ነቲ መናቖቲ ቦንቂስካ ምእላይ እዩ እቲ ኣማራፂ ክቡር ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ደጊም ዝሓለፈ ደም ምፍሳስ ከይድገም ደምካን ደም ብጻይካን ደም ሓውኻን ኤርትራውን ከይፈስስ ሕድርኻ ብደምቶም ምሳኻ ዝነበሩ ብፆትካ እንዳለመንኩ ስለ ነብስኻን ንስለታ ቢልየንካ ዝኾነት ሃገርካን ምእንታ ኢልካ ዝሕረርካዮ ዕድሜኻን ኣንጻርቲ መታለል ስርዓት ዓሪድካ ምምካት ሎሚ ፈልሞ ነዛ ዕለት ክሳብ ዘለኻን ነቶም ፍረ ብርክኻ ዝኾኑ ናይ ጽባሕ ወለዶ ጩራ ዕግበት ክትከውን ሕረያ እቲ ተኣጒዱ ዝጽበየካ ዘሎ ጓህሪ ውዲት ንኣጓዲኡ ንምምላስ ኣብ ጎኒ ህዝብኻ ብንቕሓት ንምስላፍ ክትዳሎ ምሕፅንታ ይቐርብ ካብ ድፋዓት ኤርትራ ሓላወሰን